بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه الامل النهارده هنبداها بسؤال: انت بتفكر كم ساعه في الاسبوع؟ يعني ايه بتفكر؟ يعني بتقعد مع نفسك كده تفكر في حياتك، تفكر في مستقبلك، تفكر في خطواتك القادمه. يعني انت بتفكر مثلا وانت بتمشي تتمشى، ولا ما فيش حته في دلوقتي نمشي فيها؟ ماشي معلش. طيب انت بتفكر، بتقعد لوحدك مثلا بتفكر في خطواتك الاسبوع القادم؟ انتوا عارفين يا جماعه ان العقل عامل زي عضلات الدراع، عارف عضلاتك لو انت ايديك ما بتشيلش بيها حاجه لمده طويله وما بتحركهاش العضلات تضمر. صدقوا ان العقل بيحصل فيه نفس الحكايه، يضمر. القصه النهارده قصه رمزيه، ان واحد من الولاه في عصر من عصور العرب القديمه كان ماشي في السوق القديم، وملبس بقى لبس الوالي ولا لبس الامير، لبس تنكر كده في زي واحد كده ايه يعني ماشي زيه زي بقيه الناس، وهو ماشي وقعت عينيه على دكان قديم، فيعني قاعد يبص فيه جوه السوق ومفيش فيه حاجه تتشري. يعني ايه ده؟ يعني كانها مثلا بقاله خاليه مفيش فيها اي حاجه، وراجل كبير في السن قاعد على كرسي قديم، يعني مفيش في الدكانه كلها غير شويه لوحات، كانه يعني الراجل ده بيبيع لوحات وعليها تراب. فالوالي أما قرب كده من الراجل وسلم عليه، وأما قايل له أنا داخل السوق أشتري، بس أنت عندك إيه تباع؟ فقال له عندي أحسن بضايع السوق. ده الراجل الكبير فضحك الوالي وقال له يعني أنت متأكد من اللي أنت بتقوله؟ قال له طبعا، أنا بضايعي ما تتقدرش بتمن. قال له أنت بتبيع إيه؟ قال له أنا ببيع الحكمة. قال له يعني إيه بتبيع الحكمة وأنت ما عندكش إلا لوحتين ولا ثلاثة اللي محطوطين؟ قال له ما هم دول عليهم الحكمة. فقال له وأي حكمة؟ قال له اقرأ مكتوب عليهم إيه؟ فقرى الوالي مكتوب عليهم فكر قبل أن تعمل. بص على اللوحة التانية مكتوب عليها فكر قبل أن تعمل. بص على اللوحة التالتة فكر قبل أن تعمل. فضحك الوالي قال له هو ده اللي أنت بتبيعه؟ قال له آه. قال له يا سلام، وإيه بقى العظمة في اللي أنت بتبيعه دون؟ قال له دي الحكمة، وعندي شرط، إن اللي يشتري لازم يشتري 5 لوحات، لوحة واحدة لا تكفي، لأنك لازم تحطها في كل حتة عشان طول ما أنت بتتحرك تشوف فكر قبل أن تعمل. فالوالي يعني خده على قد عقله وحس إن الراجل مجنون. قال له بتبيع بكام؟ قال له ببيع ب10,000 دينار. فالوالي ضحك عليه وقال له أنا مش هشتري ومشي. قال له مع السلامة. قال له طب أخدهم ب1,000 دينار. 2,000 دينار، 10,000 دينار. الوالي أمام إصرار الرجل اشترى الحاجة وخده فعلا، ودفع ال10,000 دينار وخد اللوحات الكتيرة. قال له بشرط تتعلقها في كل حتة في بيتك وإلا الحكمة ما تشتغلش. وعلقها في كل حتة في بيته، وهو حس ان هو يعني دفع او ادى الراجل الغلبان وخلاص. تمر الايام وتيجي الايام، واذا بمؤامرة على الوالي يشارك فيها احد الوزراء ويستخدم فيها الحلاق بتاع الوالي، يقول له تدخل القصر وانت بتحلق له يعني تضربه بالمقص وتقتله، وأبقى أنا الوالي بداله، ساعتها حديك فلوس كذا وكذا وكذا. داخل الحلاق القصر كل ما يتحرك يلاقي فكر قبل أن تعمل بدأ يتهز. دخل المكان اللي بيحلق فيه فكر قبل أن تعمل بدأ يترعش، لأنه بيفكر فعلا، لأنه فهمها وإحنا مش فاهمينها. قعد الوالي وقعد قدامه تحت إيده على الكرسي وبدأ يحلق له، بيبص في المراية لقى فوق المراية فكر قبل أن تعمل، وقع النص. انهار الحلاق، اعترف الحلاق، اتكشفت القضية وأعفي عن الحلاق واتسجن الوزير. وفهم الوالي قيمة الحكمة اللي احنا مش فاهمينها. أرجوكم فكر قبل أن تعمل. شكرا والسلام عليكم.